لكن في قلوبنا غصة كبيرة، إذ نرى كيف ينهار الوطن وكأننا أصبحنا عاجزين عن إيجاد الحلول الناجعة حتى نوقف الهدر والسرقة ونبدأ بناء وطن نظيف خال من كل سياسي فاسد وبعيد عن هدر المال العام الذي يخص كل مواطن لبناني. فخامة الرئيس، الشعب اللبناني ما زال يتطلع إليكم كخشبة خلاص له، مستنكرا جرأتكم ضد الفساد ومستغربا ما آلت إليه الظروف اليوم. الكل يناديكم يا فخامة الرئيس لإيجاد الحلول ولقطع يد كل سارق ونائب المال العام مهما على شأنه وارتفع مركزه. الأمال الكبيرة ما زالت معقودة عليكم وكل لبناني لأي عائلة دينية اجتمع يعلم أن لا ملجأ له سوى سيد بعثة بين الكل حامي الدستور الذي ينتهك يوما بعد يوم من مسؤولين يفترض بهم أن يؤازروكم في حمل المسؤولية الوطنية. الشعب اللبناني ينتظر من فخامتكم أن تضمنوا له العيش الكريم والأمان والسلام. الشعب اللبناني يتمنى عليكم مسك زمام الأمور المالية لتحافظوا لهم على جنى عمرهم الذي ادخروه بعرق جبينهم. الشعب اللبناني يحلم أن يتوقف يوما ما عن المطالبة بحقوقه الطبيعية من طبابة وتربية وضمان شيخوخة وغيره. وأرفع صلاتي وصلاة ربانيتنا الأنطونية على نياتكم لتبقوا رافعين راية الحرية، راية الحرب، الحرب على الفساد والفاسدين وعلى نية وطننا الغالي لبنان، سائلين رب السلام أن يمنحه السلام الذي لا يزول ويحمي كل لبناني مخلص بشفاعة القديس أنطونيوس وبركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس آمين. كل عيد وأنتم بخير. أخذ الله بيده وأعطاه القوة